لا جديد في اجتماع وزراء خارجية دول الحصار في المنامة سوى قبول خجول للحوار مع الدوحة مقرون بشروط. وأما الشروط فتتلخص في تنفيذ ما عرف بقائمة المطالب 13 التي حددوها بأجل عند تقديمها وتكون لاغية من بعده، كما نص على ذلك البند 12 فيها. اليوم عادوا إليها وأضافوا المبادئ الستة التي أعلنوها في اجتماع القاهرة. أكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب 13 التي تقدمت بها الدول الأربع والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم. أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب 13 العاجلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. اجتماع المنامة أعاد الأزمة إلى المربع الأول إذن، ووضع العربة أمام الحصان من جديد، إذ إنه وبهذه الشروط أفرغ الحوار من مضمونه ومعناه قبل أن يبدأ وحوله إلى ما يشبه التسليم. الحوار يقوم على مبدأ التفاوض الذي يحترم السيادة لا الإملاءات، وعلى تقاسم الالتزامات بين أطرافه لا فرضها على طرف دون آخر. هذا ما أكدته الدوحة مرارا منذ بدء الأزمة، بيد أن ما تطلبه دول الحصار هو الحوار مع طرف منزوع الإرادة والسيادة لا ند تختلف معه حول قضايا سياسية. ما في تفاوض حول النقاط نفسها، لأنه ما في تفاوض حول دعم الإرهاب. يا في دعم للإرهاب يا ما في دعم للإرهاب، يا في تمويل الإرهاب يا ما في تمويل الإرهاب. ما نستطيع أننا نقول والله خلوا نقلص دعم الإرهاب، ممكن تدعموا شوي بس مو كثير، هذا غير مقبول، لازم يكون أسود وأبيض. بالتأكيد أنه ليس هناك أي نوع من التفاوض، لأن التفاوض ليس هنا محل أن يتم التفاوض على مثل هذه المبادئ والوصول إلى تنفيذ بعض وليس كل، أو العمل على الوصول إلى نقاط توافق لا تؤدي إلى تحقيق الغرض بشكل كامل. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم دولة قطر بتدويل الحج وتسييسه حين اعترضت بصوت عال على وضع عراقيل أمام حجاجها ورفعت شكوى إلى الجهات الدولية بهذا الشأن. الجبير ولمزيد من التضليل جعل تدويل الشكوى تدويلا لشأن الحج نفسه وتنظيمه، وهو ما ينافي تماما ما تطالب به قطر. المملكة لا تقبل أن يكون في تسييس في موضوع الحج، لأن هذه مشاعر مقدسة وهذه واجبات على كل مسلم، والمملكة تشجع وتسهل قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام. وزير الخارجية السعودي طالب قطر كذلك بالكف عن بث الكراهية وعن التدخل في شؤون دول الحصار الداخلية، وهو اتهام قديم جديد لا أساس له ولا يتوفر على أي أدلة. أما الثابت تاريخيا فهو تدخلهم في شؤون قطر الداخلية وقيادتهم لمحاولة انقلاب على نظام الحكم في قطر في العام 1996، وهو أعلى مراتب التدخل في الشأن الداخلي، فضلا عن قيادتهم لحملة كراهية واسعة النطاق على الشعب القطري، ثم سارعوا إلى اتهام الدوحة بها. وهذه إجراءات اتخذت بسبب السياسات التي تمارسها الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويل الإرهاب، في استضافة أشخاص متورطين في الإرهاب، في نشر الكراهية والتحريض، وفي التدخلات في شؤون الدول الأخرى. دول الحصار عادت مرة أخرى إلى القول إن الأزمة مع قطر خليجية وإنها ستحل في إطار البيت الخليجي، بيد أن شواهد الأزمة تؤكد وجود أطراف غير خليجية فيها منذ البداية، وأولها مصر التي تشاركهم جريمة الحصار وكل ما يتعلق بها ولا تزال تنتظر المغانم منها. ليس أي من الدول أن تسبب أو تخرب أو تتدخل أو تتآمر على أي من دولنا، فهذا الشيء إحنا وفي هذا الموضوع إحنا نتكلم اليوم عن دولة قطر وأزمتها اللي سببتها لنا.
لكن فيما يتعلق بالشأن الإجرائي فهذه الأمور الإجرائية يبحثها مجلس التعاون بنفسه وليس في أي إطار خارج إطار العمل للمجلس. الاجتماع حاول الالتفاف على جريمة الحصار بادعاءات متناقضة، فهي لصالح المواطن القطري تارة، وتارة أخرى كانت لها انعكاسات سلبية على المواطن القطري الذي وصفه وزير خارجية الإمارات بالشقيق، وهو اعتراف صريح بالضرر الذي وقع على الشعب القطري، وكان يتطلب شجاعة مماثلة لاتخاذ قرار برفع الحصار للدفاع عنه. نقلل قدر الإمكان في أي خطوة نتخذها أن تكون لهذه الخطوات انعكاسات على المواطن القطري الشقيق. مع الأسف بعض خطواتنا كان لها انعكاسات على المواطن القطري، ولكن قد هذا أقل ما استطعنا أن نتخذ من خطوات. يبدو واضحا من تصريحات هؤلاء الوزراء أن دول الحصار تخلط عمدا بين المطالب والمبادئ حتى تضع العصا في عجلة الحوار المنتظر فتعطلها قبل أن تتحرك. أما المطالب فإن قطر أعلنت غير مرة استعدادها الكامل لمناقشة أي مطلب لا يمس بسيادتها ولا يخالف القانون الدولي، وأما المبادئ المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله فإنها لم تتوقف يوما عن الالتزام بها داخليا أو إقليميا أو دوليا مع كافة الأطراف الدولية المعنية بهذا الموضوع دون الحاجة إلى المزايدة عليها من أي طرف. وقد كان آخر جهودها في هذا المجال توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. قطر تقرن أقوالها بالأفعال وتمضي إلى غاياتها حرة القرار ومستقلة دون أن تنتظر توجيها من أحد ليملي عليها ما ينبغي أن تفعله، وهذا ما يثير حفيظتهم على الدوام.